من أنصار الحراك المؤيد لانفصال جنوب اليمن يتقاطرون إلى ساحة العروض في عدن للاحتفاء بما أسموا ذكرى التصالح والتسامح، رافعين أعلام الدولة الشطرية السابقة وصورا لبعض رموزها. التصالح والتسامح في الجنوب هو منذ الخمسينات إلى يومنا هذا. قوات الشرطة التي تعتبر تجمعات كهذه غير قانونية كانت أقامت الحواجز لمنع توافد المزيد من هؤلاء، إجراء أدى إلى مصادمات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجانبين. في مكان آخر من عدن كان المشهد مغيرا تماما، آخرون يرفعون أعلام اليمن الموحد كسواهم من سكان البلاد في 18 محافظة أخرى، ويهتفون مثلهم لإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح ومحاكمته ومن أجل الحرية والتغيير والدولة المدنية الحديثة كما يقولون. ومن عدن في أقصى الجنوب إلى صعدة في أقصى الشمال كان هتاف المتظاهرين واحدا ومطلبهم موحدا، لا ضمانة لصالح ولا حصانة له من المحاكمة والعقاب. الشعب اليمني مطلبه مطلب. وفي تعز توعد المحتجون رئيس البلاد المنتهية ولايته بالملاحقة والمساءلة. أما في حجة شمال غرب البلاد فندد المحتجون بما قالوا إنها عمليات قتل مستمرة يقوم بها نظام صالح في الوقت الذي يبحث فيه عن ضمانة بعدم المحاسبة. ولم يكن المشهد مختلفا في ذمار جنوبي صنعاء، وكذلك في إب القريبة من تعز، وحتى في الحديدة غربي البلاد كرر المحتجون المطالب ذاتها. كل هذا الحراك الشعبي المتصاعد الذي مثلت تظاهرات صنعاء ذروته يأتي عشية إعادة طرح مشروع قرار بالحصانة لصالح على البرلمان للتصويت عليه، وبعد يوم من عودة المبعوث الأممي جمال بن عمر للدفع بعملية تنفيذ المبادرة الخليجية التي تنص على منح تلك الحصانة. موجودين في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن وتنفيذ الآلية. السؤال إذن، إذا ما طرح هذا القرار للتصويت عليه في البرلمان فهل سيصوت النواب بالموافقة دعما لأحزابهم التي وقعت على المبادرة الخليجية أم بالرفض تأييدا لغالبية ناخبيهم الذين يرفضون الحصانة وحتى المبادرة الخليجية نفسها؟ أنور العنسي، بي بي سي.